صباح الخير. 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية، رح نضل نتذكر هالتاريخ، رح نضل نحكي عنه بخجل ومرارة. الجيل الجديد يمكن بيعرف الحرب بكتاب التاريخ وأفلام السينما، بس الحرب منا نزهة. الحرب الأهلية اللبنانية سببت 200 ألف شهيد، مليون ونص مهاجر، وآلاف المفقودين. صور مؤلمة منشوفها بعيون أمهات الشهداء والجرحى المفقودين. رغم السنوات، الندوب يلي تركتها الحرب اللبنانية بعدها ظاهرة لليوم وبتوجع. ليش صارت الحرب بال 75؟ سؤال يمكن ما نلاقي له جواب. والحقيقة الثابتة انه الحرب مش مزحة. الحرب بتخوف والسلاح منه لعبة. نحن غلطنا، انتو ما تغلطوا. امام لبنان اليوم فرصة لإعادة بناء الدولة وطي صفحة الماضي رغم كل العقبات والأزمات بقانون الانتخاب أو بغيره. بمنطق الحوار والتلاقي بعيدا عن منطق الاستقواء، ممكن الكل يتلاقى على نص الدرب، فالمواطن بحاجة إلى مساحة من الاستقرار والفرح. ومع اقتراب عيد الفصح المجيد، المدن والبلدات اللبنانية عم تتحضر لها المناسبة يلي بتجمع كل اللبنانيين على قيم المشاركة. كاميرا أخبار الصباح جالت بشوارع الأشرفية وعادت بها التقرير للزميلة رولا أمين الدين. عملنا الكعك، جميع الأنواع الكعكات يعني، منتعشى ومنتغدى، منروح على الكنيسة ومنصلي ومنجي، أول شيء منفوت عند الكبار منعيدهم ومنرجع منجي على البيت. عندها معمول ما فيني خبرك، كل وحدة قد بعضهم، كل وحدة هالقد مش أكبر. لك حقيقة أنا كثير يعني صحيح بتعزى بمعمولاتي، بس بحب سبحان الله بركة. أنا إذا ما طلع بالبيت ريحة المعمول أنا عم بعمله كأنه ما في عين. تحضيرات من قبل بجمعة، شو بدنا نلبس، كيف بدنا نطلع على الكنيسة، كيف بدنا نعمل الزياح، كيف بدنا نحضر المعمول، كيف بدنا نجيب الشوكولا، كيف بدنا نجيب بيض العيد. نلون بيض احمر اصفر اخضر، ملون يعني، نجيب لنا كرتونتين ونلونهم ونحطهم، مين ما اجى بيتفقس بالبيض والولاد يتفقسوا. ايش ايش اهدى كله، اهدى كله، حياه افراح وليل مناح هيدا صباح. ايش ايش اهدى كله، اهدى كله، انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب. ما بيكمل العيد الا بتحضير المعمول وتلوين البيض وزينه الشوكولا وبرائحه الحلويات الفائحة بالأحياء ومداخل البيوت. عجقة وتحضيرات وعيد الفصح المجيد عم يقرب يوم عن يوم. احنا والله مهيصين وبلدنا معيدين، اهدى كله، اهدى كله، اهدى كله. كل البنايات اذا بتفوتي هلا عز تحضير المعمول، ما بتشمي غير روايح الخبز، خبز الكعك. ناس بتحب بتمر، ناس بتحب بجوز، ناس بتسلق حلبة، يعني بركة العيد. لما نروح عند الأهل وهيك نجتمع كلنا عند أهلي، عاملين كذا نوع شوكولاك حلو ومر وفستق حلبي وجوز وطين، كلهم بياخدوا هدايا وبياخدوا ضيافة والحمد لله. هدايا أكتر صاروا هدايا وبيوت سوا، كان قبل بس هدايا، هلأ صاروا عم بياخدوا بيوت وهدايا. النسوان قبل الختيارية صاروا بطل حضر ببيتهم، صاروا يشتروا أكتر. جو حلو أنه العيدين مع بعضهم، الأرثوذكس والكاثوليك، شغله حلوه كثير. ان شاء الله كل الاعياد بعيدوا كلن سوا وبحبوا بعضهم، ولبنان لنا مش لغيرنا. ومن لبنان الى ام الدنيا، الوجع واحد على التفجير للاستهدف الكنيسي بفتره الاعياد وسبب بقتلى وجرحى، فكان التعاطف كبير من اللبنانيين اللي قرروا انهم ما يعيدوا تعاطفا مع حادثه التفجير بمصر. أثر فينا كتير إن كنا بالكنيسة وظهرنا سمعنا إنه هالشي اللي صار بمصر بالنسبة للأطفال للأولاد، إنه شيء بوجع القلب، كأنه نحن عايشين بالقصة تأثرنا فيها. ما نحن بنكون متضامنين مع اللي عم بيصير بالعراق أو بسوريا أو وين ما كان. أي عيد، أي عيد بنعيد، الله هو اللي بيعرف شو معناتها.
طبعا هنعيد وهننبسط، ومصر ام الدنيا وما هيقدروا علينا ابدا، وطول ما احنا موجودين هم ما هيقدروا علينا ابدا ابدا ابدا. رغم الظروف الاقتصاديه المعيشيه والاجتماعيه، تبقى فتره الاعياد فرصه لزرع روح الفرح بنفوس اللبنانيين، اللي مع كل عيد بيثبتوا حب للحياه والبسمه والفرحه. لبنان بكل شيء حلو، بايام الاعياد مش ايام اعياد، ايام ضرب، ايام حرب، ايام كل شيء، لبنان كثير حلو. بدنا نعيد وبدنا نروح وبدنا نيجي، وبس تنتهي الحياه بيكون انتهت حياتنا. عيد العيد لجميع العالم، كل واحد مؤمن بحب الرب بعيده. عيدنا عيد واحد، كان برمضان ولا بعيد كبير، نحن واحد. هابي ايستر. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها ايام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها ايام العيد. منتابع حلقتنا بمناسبة حلول فصل الربيع، وبهدف تنشيط الحركة السياحية تم تنظيم معرض سبرينغ ماركت بذا فيليج بدبي. المعرض جمع الأعمال الحرفية واللوحات الفنية مع الورود والمنتجات الغذائية، وتقرير بيلقي الضوء. من الحازمية لدبي، والربيع مكفى بألوانه مع سبرينغ ماركت، معرض مميز بعد تجربته الناجحة بالحازمية انتقل لدبي فيليج مع حلويات وشموع العيد، وبين المطاعم والتسوق والمساحة المخصصة للولاد، كل الفئات العمرية بيكون إلى محل لتستقبل الشعنينة والربيع بأجواء مميزة. من الحازمية لدبي أجواء عيد، أجواء حلوة كتير، وهذا لبنان حلو بأعياده. هلا هالويك اند كثير عجقه شعنينه، العالم بدها تظهر، الطقس كثير حلو تغير. بشجع الكل يجوا، في اشياء هاند ميد و فنانين يعني لوكال، انه حلو نجي نشجعهم ونشتري منهم. يعني حلو الواحد بيجي، الام بتاكل والولد بيلعب، هيدي الشيء كثير حلو، يعني بتعمل شوبينج كمان وبتدفع جوزها كمان. كثير حلو لحد هلا، الامبيونس حلوه، واتس ان اوتدور بليس، يعني ان شاء الله يكون كل شيء حلو. اللي مبسوطين فيه اكثر انه اليوم عم بلشنا نشوف شوي غربيه، يعني هلا غريب ولا لبناني، يعني احنا عم نعمل شيء لكل العالم وكل العالم لازم يستفيد منه، انا هيك بحس. شفتها وجنيت لما مرقت بالساحه، ولما استثنيت قالوا اسمها تفاحه. شفتها وجنيت لما مرقت بالساحه، ولما استثنيت قالوا اسمها تفاحه. المعرض بيهدف لتسويق منتجات واشغال يدويه، وبيشجع الصناعه اللبنانيه، وثلاث ايام بدبي فيليج كانوا كافيين لخلق أجواء جديدة بالمنطقة. طبعاً الأجواء كانت كتير حلوة، المعرض كان فيه قصص مميزة، وبتحس حالك بالطبيعة بأجواء حلوة خضراء وملونة. طقس حلو وربيعي، وإن شاء الله ينبسطوا العالم. إيه إنه حلو، لأنه اللي مش قادر ياخد محل وهول القصص بيقدر يعرض ويستفيد. كل مره عم بيعملوا دائما عم بيعملوا كونسبت جديد، وكل فتره عم بيعملوا هيك معرض مهضوم. كان كثير ناجح وكثير تسلينا عن جد، كانوا ثلاث ايام كثير حلوين.